لو الحكاية فيها إن فيتو. هو حضرتك هنشيل هتتشال الطبقة اللي هي الأسفلتية وبعد كده الطبقة الخرسانية بمعرفة الكوبري العرب هتشتغل دلوقتي يقطعوا الأسوار بتاع الكوبري وبعد كده في ونش عملاق جاي 120 طن هيجي يدفع الأنهار بتاعته. طب بالنسبة للموضوعين الموجودين في الكوبري اللي بتعامل معاهم يعني بنزلهم بنزلهم الكوبري التاني الكوبري التاني هو اللي مش حاجة مش حاجة تأثير عليه يعني مش أي حاجة بس طبعا ده سلوك غير حضاري يعني الشعب كله قاعد يتفرج وخلاص عايز يتصور الشعب المصري طبعا عايز يتصور يا جمال مش المفروض ان هو يتواجد في يعني كان حدش هتشوفه بيكلمهم وبرضه مش عايزين يستفيدوا طبعا ايوه هو حضرتك احنا عندنا فرد توفي عظيم وفرد مصاب وفي واحد مدني مصاب واحد مدني من الاهالي ولا من الاهالي من الاهالي احنا بالنسبه لنا في فرد متوفي وفرد مصاب حاليا في مستشفى شرطه القاهره. فيتو.